بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي ان شاء الله هنعمل كونفيجريشن لراوتر دي اس ال اللي عندك في البيت. الناس اللي هي ما عندهاش وكاية دي اس ال، المحاضرة اللي فاتت كنا شرحنا ازاي ممكن نعمل كونفيجريشن للاي دي اس ال راوتر، او اسف للاي دي اس ال ويب اللي موجودة على راوتر 1841. النهارده ان شاء الله هنحاول نعمل نستخدم الراوتر دي اس ال اللي عندك في البيت واي كانه هو الوكاية بتاعته، واي كأنه الوكاية، لكن هو في الحقيقة مش وكاية. هو كل اللي احنا بنعمله فيه ان احنا نحوله حاجة اسمها بريدج مود. يعني ايه بريدج مود؟ يعني هيحول من في بي اي في سي اي يحول لايه؟ لايثرنت. معايا؟ فالقصة كلها في ايه؟ القصة كلها ان الراوتر هنا في النص يعتبر بالنسبة لي واي كأنه سلكة. واي كأنه سلكة. طب التريبل بي ستيشن هتكون فين؟ التريبل بي ستيشن هتقوم عادي خالص على الفاست ايثرنت بتاعت الراوتر. يعني تريبل بي كلاينت نفسه هيبقى موجود فين؟ هيبقى موجود على الراوتر بتاعه. معايا؟ فاحنا اول حاجه محتاجين نعملها ايه؟ محتاجين ان احنا نجيب او ان احنا ناخد الراوتر دي اس ال ده ونشغله كبريدج. يعني نخش على الصفحه بتاعته. هو طبعا اي دي اس ال راوتر انت مشتري جديد يطلع لك الصفحه بتاعته 192.168.1.1 او وات ايفر الراوتر بتاعك شكله عامل ازاي. هدخل اليوزر نيم والباسورد بتوعه، غالبا بيبقوا ادمن ادمن فاكر ادمن ادمن. بيقول لك لو سمحت دخل اليوزر نيم والباسورد بتوعك عشان نقوم التريبل بي ستيشن. لا انا مش عايز اقوم التريبل بي ستيشن هنا، انا عايز اقوم فين؟ اقوم على الراوتر 1841. فانا اقول لا انا عايز اخش على الادفانسد سيتنج. بالادفانسد سيتنج هنا اقدر ان انا ايه؟ اقدر ان انا ابتدي اعمل كونفجريشن لمين؟ للبريدج. طبعا انت لو بصيت على الويب برضه عشان تتاكد ان الخط قايم ولا مش قايم، الخط بتاعك قايم بقاله كام؟ بقاله 17 دقيقة. هو كده فيزيكالي اب، فيزيكال اب. هو هنا ساحب اي بي تقريبا، هنا حد كان عليه كونفجريشن قديمة. احنا ممكن نخش نلعب في الكونفجريشن، نخش على البيزك. في حد كان عام او تريبل بي وي كونكشن هنا، ممكن ان احنا نبتدي ايه؟ اللي ايه؟ ممكن نمسح، ممكن نمسح الكونفجريشن القديمه، او ممكن نشتغل عليها عادي على طول. اقول له هنا انترنت، اسف عفوا، خش على التريبل بي وي كونكشن تايب بتاعي خليه بريدج. تمام؟ بس وقول له سبمت، حط له بس البي بي اي بي سي اي وخليه بريدج وقول له سبمت. معايا؟ سيرفيس ليست خليها انترنت سبمت. كده الراوتر بتاعنا هيشتغل كايه؟ كبريدج. مفيش بقى يوزر نيم وباسورد، مفيش اي كونفجريشن عليه عادي خالص. حتى لو لاحظت معايا هنا في الكونكشن تايب نوع ايه؟ نوع بريدج. يبقى احنا محتاجين دلوقتي نكونفجر التريبل بي فين؟ على الراوتر بتاعك. طيب تعال نخش على الراوتر 1841. احنا مواصلين في الرسم هنا. الخط دي اس ال واصل على الراوتر دي اس ال بتاعك، والراوتر دي اس ال واصل على الفاست ايثرنت بتاعت الراوتر ده 1841. يبقى انا محتاج ان انا اخش تحت الانترفيس اللي اسمها 1841 واقول لها ايه؟ فاست ايثرنت 0 على 0 نو شات داون. ممكن لو حابب انت تحط لها ديسكريبشن اقول له مثلا 2 اي دي اس ال دي اس ال راوتر، بحيث انك انت لو جيت تعمل بعد كده شو رن للانترفيس دي تقدر تشوفها في الديسكربشن بتاعتي، هتعرف مين رايح فين ومين جاي منين والحاجات دي كلها. طيب بعد كده محتاج ان انا اقوم الايه؟ التريبل بي وايه؟ داش كلاين من دايل بور نمبر واحد. كده انا عايز انيبل التريبل بي وهي كلاينت فين؟ على الانترفيس اللي اسمها فاست 0 على 0. طيب الانترفيس دي قايم عليها تريبل بي، فهبتدي ان انا اعمل لها اسوشيشن عن طريق انترفيس دايلر زي المره اللي فاتت بالظبط، وكانك بتعمل كونفجريشن ل الاي تي ام اللي فات. في الاي تي ام اللي فات كنت نزلت تحت انترفيس دايلر وديتها اي بي وديتها اي بي ادريس نيجوشيتد وقومت تريبل بي وعملت كل الكونفجريشن عادي خالص. معايا؟ هنا برضه نفس القصه، انت القصه اللي فاتت دخلت تحت الاي تي ام وقلت لها دي اس ال اوبريشن مود اوتو، قلت له بي بي سي 0 على 35 و و و والكلام ده كله. معايا؟ طيب هنزل تحت الانترفيس، هخرج اكزيت الاول انترفيس دايلر مثلا هديها رقم 0.
طيب احنا قلنا قبل كده ان الدي اس ال انت مع السيرفيس بروفايدر بتاعك ايه اللي بيحصل؟ انت بتاخد الاي بي ادرس على حسب الاتفاق، فاقول له اي بي ادرس نيجوشيتد. يعني ايه نيجوشيتد؟ على حسب ما يتفق مع السيرفيس بروفايدر بتاعك على حسب ما ايه هتاخد الاي بي، حتى لو فيكسد اي بي مع تي اي داتا برضه لازم تخليها اي بي ادرس نيجوشيت على حسب الاي بي دي اس ال تي داتا بتديهوله. الريال اي بي بتاعك مش بيتحط تحت الانترفيس، الاي بي اللي انت بتاجره من تي اي داتا مش بيتحط تحت الانترفيس الدايركت، بيتحط في الانترفيس اللي انا بتاعت الايه؟ بتاعت الراوتر اللي جوه، الانترفيس اللي جوه، او ممكن تحطها تحت الانترفيس لوك باك. معايا انت حر، انت عايز تحطها تحت الانترفيس لوك باك، عايز تحطها على اي انترفيس، بس في الاخر انت مش بتحط الاي بي ادرس على الانترفيس نفسها الدايركت. معايا؟ يبقى في داتا في عندك اثنين اي بي، في اي بي تسحبه هنا الناحيه دي على لو روحنا بنتكلم على الكونفجريشن القديمه بقى، كنت انت بتحط انترفيس على الدي اس ال وواحد تاني على ايه؟ على اللان اللي هو الريال اي بي. ماشي؟ انت عايز تكونفجر الريال اي بي. طيب تعالى دلوقتي هنقول تحت انترفيس انترفيس دايلر نقول لها ايه؟ نقول لها اي بي ادرس نيجوشيتد، وبعد كده نقول لها الانكابسوليشن بتاعك هيبقى تريبل بي، واربط الانترفيس دي بالانترفيس اللي هي الايثرنت. انترفيس فاست ايثرنت قلنا لها ان هي الدايلر بول بتاعك رقم واحد، فانا عايز اربط الانترفيس دي بانترفيس دايلر، فقول لها دايلر بول كام؟ دايلر بول واحد. طيب نوع الاوثنتيكيشن شاف تريبل بي اوثنتيكيشن شاف ما لقيتش باب كولن. تمام. طيب دلوقتي انا محتاج ان انا احط اليوزر نيم والباسورد، محتاج ان انا احط اليوزر نيم والباسورد. اليوزر نيم والباسورد عفوا هنا كنترول اي واحده، انا حطيت هنا ايه؟ لحظه او بس القطع بيقطع، لو قلت له شو رانينج انا هتبان معاك هنا دولار زيرو. نزلت تحت الانترفيس وديتها ايه؟ تريبل بي باب سنت يوزر نيم كذا الباسورد كذا. ده اليوزر نيم والباسورد بتوع مين؟ بتوع الدي اس ال راوتر، بتوع الخط بتاعك اللي انت واخدهم منين؟ اللي انت واخدهم من تي ده. لو قلت له دو شو اي بي انترفيس بريف هتلاقي اوتوماتيك الانترفيس الدايلر سحبت الريال اي بي جديد. طيب هل هنا اقدر ابنج على اربع تمانيات؟ حد يفتكر من المحاضره اللي فاتت ان هل هنا في الحاله دي اقدر ابنج على اربع تمانيات؟ لازم اعمل نت ولا لازم احط فوت رول؟ اه لا بالظبط كده، انا اصلا ما عنديش ديفولت روت، شو اي بي روت ما فيش ديفولت روت. طب انا محتاج احط ديفولت روت، عندي طريقتين. الطريقه الاولانيه ان انا انزل تحت الجلوبال كونفجريشن مود واقول له اي بي روت، لو انت عايز تروح لاي حد في اي حته اخرج من على دايلر زيرو وليس الفاست. الفاست نفسها ما عندهاش اي بي ادرس. معايا؟ فلو قلت له تعالى منك على اربع تمانيات هيبقى معايا عادي خالص. طب انت مين اللي قال نت؟ انت اللي قلت نت صح؟ النت ده لو انا حاطط جوه عندي برايفت اي بي، انت هنا لو قلت له دو شو اي بي انترفيس بريف عفوا دو شو اي بي انترفيس بريف هتلاقي انت اصلا اوريدي ساحب ريال اي بي، اوريدي ساحب ريال اي بي. طيب مش عايز تحط كونفجريشن بتاعت الاي بي روت كذا كذا كذا، ممكن نشيلها وممكن اطلب من الاي اس بي نفسه الديفولت روت تريبل بي اي بي سي بي. تعال نشوف احنا ممكن نطلب ايه من سيرفيس بروفايدر. اي بي بي سي بي ممكن نطلب منه فين كلمه روت اهي، ممكن منه ديفولت روت انت عفوا الروت الديفولت كده نطلب منه ايه؟ ديفولت روت. طب انا عايز دي ان اس اطلب منه دي ان اس ريكويست ريكويست اطلب منه الدي ان اس. ممكن عشان خاطر اقول له مثلا سي مثلا انا عايز مثلا اشوف الديباجات اللي تطلع، ديباج تريبل بي اوثنتيكيشن زي المره اللي فاتت، ديباج تريبل بي نيجوشيشن، وانزل تحت الانترفيس الاثنين الكوماندين دول عشان خاطر لو حصل اي حاجه نيجوشيشن يوزر نيم وباسورد بيبعت وابتدي اعرف. وانزل تحت الانترفيس دايلر زيرو ولا شت داون. ده كده انا بوقع السيشن بتاعت مين؟ بتاعت تريبل بي، والسيشن بتاعت تريبل بي حصل لها ايه؟ حصل لها شت داون. اقول له نو شت داون
تعال نطلع بقى كده نشوف ايه اللي هيحصل. انت فيز ديلر بتاعتك قامت تاني. شو اي بي انترفيس بليز. بص اللي بيحصل، بص اللي بيحصل في الخلفيه. هو بيحاول نيجوشيت مع السيرفيس بروفايدر عشان خاطر ياخد ريال اي بي جديد، وعشان خاطر ياخد ايه كمان؟ ياخد دي ان اس وياخد ديفولت روت. لو لاحظت معايا هتلاقيه واخد اهو دي ان اس، اللي هو دي ان اس بتاعت داتا 163 121 128 134 135، وبتاخد برضه ديفولت روت. ده هو الاي بي بتاع ديفولت روت. الاي بي ايوه بالظبط كده، ده هو النيكست هوب بتاعه بالظبط. ده هو الراوتر فعلا اللي موجود في السنترال. ماشي؟ طيب. طيب فالقصه طيب خلينا دلوقتي. طب الاي بي ادرس انستولد اي بي ادرس طبعا الريال اي بي اللي انت خدته كان كام؟ اخره 228. لو قلت له شو اي بي انترفيس بليف، شو اي بي روت، تعالى نشوف الديفولت روت. بص الديفولت روت لو لمحت حاجه ستاتيك، مع ان انا ما عملتش في البدايه. لو قلت له شو رن، مفيش اي حاجه بتقول ان في اي بي، مفيش اي حاجه بتقول ان في ديفولت روت. نعم. انت شايفه ايه؟ طب انت شايف ايه؟ و163 ده يا فندم بابليك ولا برايفت؟ طيب ايه مشكلتك بقى؟ لا لا مش نفس السبنت، هي دي القصه كلها، هي التريبل بي. انك انت لو قلت له شو اي بي انترفيس شو اي بي روت، هتلاقي ال 163 ده اصلا الدايركت، ال 163 اهو موجود دايركتلي كونكتد اصلا عندك. 163 يعتبر دايركتلي كونكتد عندك على الانترفيس اللي هي الدايلر زيرو. امال 41 ده عباره عن اي بي انت واخده من تي ديتا نفسها. ماشي يا نمبر. لكن المره اللي فاتت لما قلت لك ان هل تفرق ان انا احط الاكزيت انترفيس او اي بي نكست هوب في حاله السيريال او في حاله الاي تي ام او في حاله الايثرنت، هل انا محتاج ان الراجل الناحيه الثانيه يكون معايا في نفس الصدمه؟ لا التريم دي لا كوبيليشن ولا السيريال. انت كل اللي هو بيعمله ان هو بيحط ديلستي على الباكت نفسها ويبعت وات ايفر الراجل قدامه الناحيه الثانيه ايه. لكن في حاله الاي سبنت لازم يكون معاه نفس السبنت. ليه؟ عشان لازم يعمل في الاول حاجه اسمها ارب ريكوست. يعمل حاجه اسمها ايه؟ ارب ريكوست. طيب تعال نكونفجر النت كونف تي. تعال نكونفجر الانترفيس اللي هي نازله على البي سي بتاعي، انترفيس فاست 0 على 1 نو شت داون. اديها اي بي ادرس 192.168 او بلاش 192، خلينا نمشي 11 روت 11 واحد 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 255 255 255.0. بعد كده هنكاري دي اتش سي بي اي بي دي اتش سي بي بول سميها ديزو مثلا نتورك 11 واحد واحد 255 255 255.0. ديفولت راوتر 11 واحد واحد واحد. ايه تاني؟ دي ان اس مثلا 8 8 8 8، لازم توزع الدي ان اس حتى لو حط الراوتر بتاعك. يبقى انا دلوقتي محتاج ان انا اوصل البي سي بتاعي. تعال نخش على الاعدادات بتاعت الايه؟ هنا بتاعتي انا خليني اشغل الدي اتش سي بي. عم كليك دبل كليك هنا اقول له اسمعك اسحب لايفات ايه؟ اوتوماتيك. طيب انا محتاج ان انا اوصل دلوقتي لايه؟ محتاج ان انا اوصل البي سي بتاعي للانترفيس اللي اسمها كام؟ فاست 0 على 1. اوصل كده الفاست يسلك بتاعك 0 على 1. تعالى نشوف هو هنا الانترفيس عندك تحت هنا اب. تكييف حاضر ماشي. طيب تعالى بقى نشوف بقى
هنا دخل على نتورك جديده. اوكي تعال نشوف احنا سحبنا اي بي كام. احنا سحبنا اي بي كام؟ 11 دوت 1 دوت 1 وكام؟ دوت 2. 11 دوت 1 دوت 1 دوت 2. طيب انا طبعا لو جيت بلكت على الانترنت بينج على 4 خدمات بينج ولا شابينج؟ زي المره اللي فاتت ما كانش بينج ليه؟ ما ينفعش اطلع بالبرايفت اي بي على طول على ايه؟ على الانترنت. يبقى انا محتاج اكاري اكسس ليست ولكن رقمها 1 بيرميت 11 بقى 1 1 1 وورد كارد ماسك 0 0 0 255. بعد كده بقول له اي بي نت انسايد. عفوا انا قلت 1 انا اسف يعني مش تفرق قوي بس يعني هي دوت 0. طب ثانيه واحده بقى كده عشان احنا لازم نمسحها خالص. دو ان اول عشان احط بس وقت الديبجات اللي في الاخر في الخلفيه. نو اكسس ليست 1. بعد كده اكسس ليست 1 ايه؟ من غير الواحد اللي احط ايه؟ في الاخر اللي كان هنا. طيب اي بي نت انسايد سورس ليست 1. لو سمحت اعمل نت للناس اللي موجودين في الاكسس ليست رقم كام؟ رقم 1. طيب بعد كده اقول له بقى ايه؟ انا هخرجه من الانترفيس اللي اسمها ايه؟ دايلر 0. ليه اخرجه من الانترفيس اسمها دايلر 0؟ عشان دي الانترفيس اللي عليها الريال اي بي. طيب يعني كده فاضل لي اثنين كوماند بقى عشان اكتب الايه؟ الاكسس ليست. انترفيس اي بي نت انسايد ولا اوتسايد؟ اوتسايد بالظبط كده. هتلاقي دلوقتي بيكلم لك انترفيس اسمها ايه؟ بي بي ولا ان بي؟ ولا ان؟ ان بي اي نت فيرتشوال انترفيس. البي ايه البي بي؟ بريدج فيرتشوال انترفيس. طب ايه الاس بي اي؟ سويتش فيرتشوال انترفيس بالظبط كده. طيب هنفتح تحت انترفيس اسمها خاص 0 على 1 اللي هي اللام بتاعتي. ممكن احطها ديسكربشن احط لها ان هي لام. اي بي نت ايه؟ انسايد. تعالى نفتح سيشن ثانية سي ام دي بينج على 4/8 بيبنج معانا عادي خالص على 4/8 معايا؟ طيب انا كنت مقوم فرع انا بس هحاول ان انا ايه اقفل الفيديو ده. على سؤال اتفضل. طب انا عامل ستاتيك اي بي مع تي داتا اربعه وبتاع مش عارف. بص لو انت واخد ستاتيك اي بي مع تي داتا انت ممكن تحط الستاتيك اي بي اوتوماتيك هنا. تقول له اي بي ادرس 41.33 او 22.33 وكذا 255 255 255 252 وتخليها كسكندر اي بي. وده اهم حاجه انك تحط الريل اي بي ده على اي انترفيس عندك. وكده كده تي داتا عندها من هناك من هنا كده هي راميه روت على 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 الريال اي بي ده. فتحط عندك في اي انترفيس، انترفيس توب باك، انترفيس فاست 0 على 1 وات ايفر الانترفيس عندك انت فيه ايه. انت حتى ممكن حتى بعد الراوتر ده تيجي من الراوتر ده تقول له ان هو رامي على جوه لو في راوتر بعد منه. معايا؟ فحطه في اي حاجه وكده كده الاي بي ده ريتشابل بالنسبه لتي داتا من خلال الايه؟ من خلال الانترفيس الاي تي ام هناك عندهم في تي داتا. معايا؟ فالريال اي بي انت بتحطه على اي ايه؟ على اي انترفيس. معايا؟ طيب هنقفل بس على كده. تمام احنا بس هنقفل الفيديو ده على كده عشان بس هنخش على الجزء الثاني اللي هو بتاع الدي ام في بي ان. هنشوفه ان شاء الله في الفيديو الجاي.